نيجي لما نيجي للحظة الحاسمة. إيش في؟ يقول هذه اللحظة الحاسمة. شف. نبه. هذه لحظة حاسمة. ها. ما يبي لها شنغهاي ولا بنغهاي. إيش؟ الوضع بدأ يكون صعب. شقيت شنبي لعيونك. لا لا لا. شقيت حواجب لعيونك. لا 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 خل. أنت عندك جوهرة ماسية الأسبوع الماضي. نعم. تستخدمها ولا بتدخل واحد مكانك؟ يا تستخدمها طيب ويدخل واحد مكانك او تدخل للبرايم. انت الان ضمن الستة يا بدر. طيب قلبك يرقع، تستقبل الجوهرة او تستخدمها او لا؟ طيب بعد شوي يعني. الان تتخذ قرارك. الان عليك تعرف الجوهرة تستمر معك اسبوع، هذا اسبوع الاخير. جوهرة ما عفوا اذا ما استخدمتها اليوم بتروح عليك، لانك انت دخلت مرحلة خطر اليوم. انه استخدمتها الحين تقصدك ولا وش؟ تدخل قرار، لازم تدخل قرارك الان، تستخدم الجوهرة ولا تعطيها واحد؟ استخدمها الحين. يس ضروري الحين. ضروري تدخل قرارك. استخدمها اي ولا لا؟ ايه استخدمها. ترجع للبرنامج. نعم. ويرجع مكانك واحد. لاحظ انت استخدمته صح؟ حيرجع مكانك واحد. كم واحد؟ انتم بخمسه الان مرحله خطر. انت استخدمت الجوهره صح؟ طيب ترجع البرنامج الان. طيب. تتخذ قرارك اذا طلعت او رجعت البرنامج حيكون مكانك واحد. قلبك يرقى. قلبي يرقى يمه يمه قلبي يرقى. بسرعه بدر تستخدم الجوهره تتخذ قرارك الان عشان ترجع مع زملائك. ما تستخدمها تدخل البرايم وما تقدر تستخدمها بعدين. واضح كلامي؟ استخدمها. تستخدمها. ارجع البرنامج وحيدخل مكان بدر واحد. من هو هذا الشخص الذي سيدخل مكان بدر؟ راح يرجع واحد مكان بدر. من تتوقعون اللي راح يرجع؟ هل فرح في لحظة فرح كان معنا قبل شوي هو الذي سيحل مكانا نيسي بدعة لبدر بدعة؟ راح نشوف بعد شوي. الشخص الذي سيكون مكان بدر بعد ما استخدم الجوهرة هو حسن الدوسري. نيسي بدعة ونيجي بدعة. قدها قدها حبيبي. أنا واثق فيك. وأنت بطل. حسن حبيبي. مشاهدينا متابعينها في كل مكان وزمان، لحظة حاسمة. نيجي بعدها. قولي بتجدها. لحظة حاسمة الآن. الآن سنعلن على الجوهرة.